تحية لحضراتكم. مسيرة علمية طويلة خاضها عدد من أصحاب الكوادر العلمية، فكان النجاح رفيقهم بعد أن لقت أبحاثهم اهتمام الجميع في الداخل والخارج ليكتمل ذلك المشروع العلمي بالحصول على جائزة الاتحاد الدولي للمخترعين، والتي تمنح لدعم الاختراعات والكتب المرجعية والاستطلاعات العلمية المقدمة من المشتركين في المسابقة. يسعدنا أن نرحب بضيف الهواء وأحد الفائزين بهذه الجائزة، الكيميائي دكتور أحمد محمد الزهاوي الحاصل على أهلا بحضرتك دكتور أحمد، منورنا. الحاصل على الجائزة البرونزية عن بحثه في مجال الهيدروجين الأخضر، ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حاصل على شهادة استشاري كيمياء معالجة المياه من نقابة العلميين، وحاصل على عضوية الاتحاد الدولي للمخترعين في مصر في 28 مايو 2021 ومقرها الرئيسي في دولة المغرب. حصل على الجائزة البرونزية من أول مشاركة في مجال البحث العلمي في الاتحاد الدولي للمخترعين بدولة المغرب، وذلك في يوم 13 أكتوبر 2021، 13 الشهر الجاري. أهلا بحضرتك دكتور أحمد، وألف ألف مبروك. الله يبارك حضرتك، ربنا يخليك. بداية تحدثنا عن الجائزة وكيفية اشتراكك في هذه الجائزة. أولا طبعا بحب أوجه الشكر طبعا والتقدير لأهلي وأسرتي، وطبعا بقول لهم كل سنة هم طيبين والأمة الإسلامية كلها. حضرتك طيب. وحضرتك صلى الله عليه وسلم. هو طبعا جاتنا فرصة الاشتراك من خلال طبعا الدكتورة ميسة صلاح الدين، كانت أعلنت على الجروبات الواتس وإن هي عايزين مثلا كل الباحثين يقدموا لو عندك أي أفكار أو حاجات جديدة ممكن نقدمها. وبالفعل حصل فعلا، تواصلت معها وقدمت لها كل الاوراق بتاعتي وكل شهاداتي، والحمد لله خدت العضويه في 28 مايو، واعلنت في سبتمبر عن طريق رئيس الاتحاد الاستاذ عبد العزيز مستوي بدوله المغرب ان هم في بعض الاشتراطات مثلا نقدمها في خلال البحث، وقدمت البحث بتاعي والحمد لله ربنا كرمني وخدت الجائزه البرونزيه من اول مشاركه. وبوجه الشكر والتقدير للاستاذ عبد العزيز مستوي رئيس الاتحاد الدولي للمغرب في المغرب، والدكتوره ميس صلاح الدين طبعا رئيس الاتحاد هنا في مصر. هما كانوا محددين موضوع المسابقه ان يكون الهيدروجين الاخضر؟ لا يا فندم، هو انت اي بحث انت قدمته بشرط يكون واضح وصريح وبحل مشكله صناعيه قابل للتطبيق. ليه اخترت الهيدروجين الاخضر عشان تشترك بيه؟ هو انا فندم في المسيره العلميه بتاعتي بحب دايما الطاقه والطاقات المتجدده، وبحب ادور على بدائل الطاقه، والموضوع مش وليد اليومين دول، بقى لي فتره كبيره قوي متطلع على هذه، ودايما اشتركت في مؤتمرات علميه عن هذا الموضوع. فلاحظت ان الدوله في الفتره الاخيره والعالم كله متجه لهذا الموضوع، الحفاظ على البيئه والحياد الكربوني، فقدمت البحث دوت والحمد لله ربنا كرمني ووفقت فيه. وبالاضافه ايضا الى فوز حضرتك، تم ايضا فوز 11 من اصحاب الكوادر العلميه في مصر طبعًا. بجوائز من الاتحاد الدولي للمخترعين في تمام. هذه المسابقه. تمام. نتكلم بقى عن الهيدروجين الاخضر. تمام. ما معنى الهيدروجين الاخضر وازاي بيتم انتاجه؟ هو حضرتك اولا الهيدروجين عامه هو بيجي بيطلع من الميه، هو عباره عن فصل الهيدروجين عن الاكسجين تمام، من خلال بعض العمليات العمليات الكهربائيه. والهيدروجين عامه انواع قصدي الوان، والالوان دي حسب الصناعه او حسب الطاقه، مصدر الطاقه اللي فيها. لو قلت مثلا هيدروجين رمادي يبقى مصدر الطاقه فيه الغاز الطبيعي، لو قلت هيدروجين مثلا اسود يبقى مصدر الطاقه فيه الفحم. طب الهيدروجين الاخضر هو مصدر الطاقه فيه هيبقى الطاقه المتجدده، سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، وبيتولد منه اكسجين، فبالتالي بيكون صديق للبيئه. ومن هنا جت الفكره. يعني الموارد الأساسية اللي لازم تبقى متوفرة في البيئة علشان أنتج هيدروجين أخضر هو الشمس والماء. الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الشمس أو الرياح. تمام. أو الاثنين طبعا خير وبركة. تمام يفضل. تمام. وبالتالي طبعا من خلال بعض العمليات من خلال العمليات الكهربائية بيعمل فصل الهيدروجين عن الأكسجين، وبستخدم الهيدروجين في العمليات الصناعية بتاعتي اللي بيخش فيها. تمام. وبينتج عن ذلك بعد كده الاكسجين، وبالتالي بقلل من نسبه الكربون ونسبه التلوث الكربوني على مستوى العالم. الاكسجين بقى بيتم انتاجه بشكل يعني البيئه كيف تستفيد من الاكسجين المنتج من عمليه الفصل؟ الاكسجين عامل اساسي جدا في مثلا في سد ثقب الاوزون، مثلا في الاستفاده منه، مثلا في ان هو في العمليات البيئيه عندنا الكائنات
والبشر كلهم بيتنفسوا اكسجين. فالاكسجين ده هو ده هو ده يعني هيتم اطلاقه في البيئه عادي. اطلاقه في البيئه عادي. وممكن حضرتك الاكسجين يستخدم في بعض العمليات الثانيه. يعني هو الفكره كلها تكون انك انت هذه العمليه تطلق اكسجين ونحد من من من, من تواجد الكربون ده في حد ذاته. وهتبقى طبعا استفاده عالميه. طبعا استفاده عالميه جدا طبعا. عايزين نتكلم عن خطوات مصر في هذا المجال في انتاج الهيدروجين الاخضر وشراكتها مع عدد من الدول. هو حضرتك هي مصر كانت لديها خطه استراتيجيه طبعا بالنسبه للهيدروجين الاخضر بحوالي 42% لحد عام 2035. وان مصر كانت بتحاول انها تستهدف انها توصل لل 20% في عام 2022. ولكن مصر بدأت في هذا الموضوع وصلت لحد اكثر من 20% في 2021. وطبعا مصر استفادت من التجربه من التجربه الاوروبيه وبدات تعمل اشتراكات واتفاقيات مع دول في المانيا وبلجيكا. واستفادت طبعا من الاتحاد الاوروبي قدر يوفر بحوالي 850 مليار دولار من الكربون او حيد الكربوني او تقليل التلوث الكربوني. تمام. وده حسب تصريحات طبعا المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه. وبس ومش علاوه ذلك ومش كده بس ده علاوه على ذلك ان مصر كمان بدات تشجع حاجه اسمها الاستثمار الاخضر. فبالتالي طبعا ان مصر هيبقى عندها مستقبل واعد في موضوع الهيدروجين الاخضر وممكن تصدره بره. تمام. في الاستفاده من الصناعات الهيدروجين. ايضا في نفس هذا الاطار دكتور احمد وزير البترول مهندس طارق الملا اكد ان مصر تسعى الى تحقيق التنوع في مصادر الطاقه النظيفه بحلول عام 2025. وهناك مباحثات مع المانيا وبلجيكا لاستغلال وقود الهيدروجين النظيف. حضرتك ذكرت اللي هي مساله التصدير. اي الدول واحنا هنا بنتحدث خلينا نتكلم بشكل مباشر اللي هي الدول العربية اللي هي في الحزام الشمسي. الى اي مدى بتمتلك ميزة تنافسية عن باقي دول العالم في انتاج الهيدروجين الاخضر؟ الميزة التنافسية للدول العربية بالاخص تحديدا في وجود فترة الشمس اكبر فترة ممكنة. ولو حتى في الفترات اللي فيها الشمس مثلا عدد ساعات النهار بتقل في بردك بيبقى يكون في الشتاء في طاقه الرياح. فاذا في طاقه بديله ليها ممكن نستخدم منها نطلع منها طاقه كهربائيه ودي عنصر من ضمن العناصر عشان اولد الهيدروجين الاخضر. علاوه عن ذلك ان الميزه التنافسيه كمان عن دي غير الدول العربيه ان دي ممكن تبقى مصدر للتصدير. تمام. مصدر لتصدير الهيدروجين واستفاد منه ده كدخل عائد مادي للدول العربيه. تمام. حضرتك قلت الهيدروجين الاخضر هو السبيل للاستثمار الاخضر. عايزين بس فكره بسيطه نفهم بس اكتر الاستثمار الاخضر. الاستثمار الاخضر هو معناه ان مصر بتشجع المستثمرين ان هم يستثمروا في تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر وتطوير التحليل لهذه للميه للعنصريه الهيدروجين والاكسجين. تمام. بحيث ان احنا نقدر نصدر الهيدروجين الى الدول الاوروبيه ممكن نستخدمه طبعا في الصناعات التحويليه بتاعتهم. واكبر صناعه من الصناعات التحويليه طبعا هي الصناعات التحويليه الهيدروكربونيه وصناعه الامونيا. دي ثاني صناعه على مستوى العالم بعد صناعه حمض الكبريتيك. والامونيا عامه عباره عن ذره نيتروجين مرتبطه بثلاث ذرات هيدروجين وبتدخل في صناعات كتير قوي زي صناعات الاسمده. ولك انت تخيلي حضرتك ان صناعه الامونيا هي بتسبب 2% من التلوث الكربوني او التلوث الكربوني على مستوى العالم. فبالتالي احنا لو استخدمنا الهيدروجين الاخضر هنقدر ننتج امونيا خضراء او الجرين امونيا. فبالتالي نقدر نحد من التلوث بنسبه كبيره جدا حسب اتجاهات هيئه الطاقه الدوليه في 2050 ان هم عايزين يعملوا زيرو كربون. ان انا اقلل نسبه التلوث الكربوني بنسبه زيرو. دكتور احمد هناك اراء بتقول ان الهيدروجين الاخضر تكلفته غاليه. تمام. وهو بيبقى الاستغلال بتاعه في مجال الصناعات الثقيله. تمام. هو حريق الهيدروجين الاخضر هو يعني هو مش مكلف لكن هو تكلفته ممكن تتوفرها على المدى البعيد. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا لو استخدمت تكنولوجيا الجرين هيدروجين اول مره فبالتالي ان انا اللي انا هحتاجه ايه؟ طاقه شمسيه وهي طاقه دائمه ومتجدده وفي نفس الوقت بحتاج الميه عشان اقدر افصل الهيدروجين عن الاكسجين. تمام. فبالتالي انا مش محتاج حاجه. هي كل الحكايه التكلفه انا هدفعها تجهيزها في الاول. التجهيزها هدفعها مره واحده بس. التجهيزات اللي في اللي هي الاوليه فقط للمره الاولى مره واحده فقط. وبعد ذلك بيتم انتاجه بيتم انتاج الهيدروجين. فاهم. وبالتالي بطلع الاكسجين. طب بطلع الاكسجين يعني بحافظ على البيئه.
فبالتالي انا هقلل من حد من التلوث التلوث البيئي، وهقلل من الـ من المليارات الباهظه اللي بتصرف للحفاظ على البيئه وحمايه البيئه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ والابحاث العلميه اللي بتصرف على هذه الموضوع، فبالتالي انا هقلل من حد، هقلل من هذه التكلفه. ثالث نقطه طبعا ان الاكسجين انا ممكن استفيد منه في صناعات ثانيه. تمام، فبالتالي انا كده وفرت الهيدروجين وطلعت الاكسجين وحافظت على البيئه، والتكلفه نفسها دفعتها مره واحده بس مش اكتر. تمام، وحافظت او ضمن حققت التنميه المستدامه لهذه البيئه. بالنسبه للمصانع، بالنسبه لرجال الصناعه، اوجه الاستفاده من الهيدروجين الاخضر ازاي؟ هو المشكله في بطاره الصناعه ان هم المكسب بتبقى عندهم رقم واحد، لكن طبعا مع البحث العلمي لما والتفكير في وجود بدائل، ان مثلا لو انا قدرت اوفر له طاقه نظيفه وفي نفس الوقت يحافظ على البيئه، تمام، يبقى يعني ليه لا؟ بالعكس، ده هو اكتر واحد هيبدا يجري لتخفيف القيود عليه من الاشتراطات البيئيه اللي بتتفرض عليه والغرامات اللي هي بتتفرض عليها اللي بقى الفرض على هذه الصناعات. فبالتالي هو كده هو احسن له ان هو هيوفر ملايين ومليارات الدولارات. فبالتالي ان هو هيوفرهم، هو هيدفعهم في 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 هذه الصناعه. تمام، لكن بعد كده انه هيبقى معاه بعد كده هذه الصناعه دائمه ومتجدده ونظيفه في نفس الوقت وحافظ على البيئه اللي هو فيها. يعني في بالنسبه لرجال الصناعه هي قله، يعني تقليل للنفقات. طبعا تقليل للنفقات طبعًا. باستخدام الهيدروجين الاخضر. طبعا يا فندم، هي في البدايه او الخطوه الاولى اللي هي التقنيه او التجهيزات، لكن بعد كده دائمه متجدده وتحقق التنميه المستدامه للبيئه طبعا، خصوصا في الدول العربية هي موجودة في الحزام الشمسي. طبعا. أيضا خلينا نصل لعدد من التقارير الصحفية لمجلات أجنبية بتؤكد على الاستغلال والتوسيع استخدام الهيدروجين الأخضر. في ديسمبر الماضي هناك تقرير لمجلة فوربس بيؤكد أن المستقبل وصل بمحاولة توسيع استخدام الهيدروجين الأخضر، حيث اجتمع 7 من أكبر مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر لإطلاق مبادرة الهدف منها زيادة إنتاجه بمقدار 50 ضعف في السنوات الست المقبلة. أيضا بلومبرج هناك تقرير لها كشف عن أن هناك مجموعة من الصناعات المرشحة للاستفادة من هذا الوقود. تشمل الطائرات، السفن، الشاحنات التي تقطع مسافات طويلة، والصناعات الثقيلة. بالنسبة لمصر، إيه هي الصناعات التي يمكن استغلال الهيدروجين الأخضر فيها بخلاف ما ذكر في هذا التقرير؟ زي ما قلت قبل كده، في الصناعات التحويلية، صناعات الهيدروكربون، صناعات الأمونيا، صناعات الأسمدة، صناعات الأدوية، ممكن تخش فيها الأمونيا بنسبة كبيرة جدا، بيخش الأمونيا فيها بنسبة كبيرة جدا، وصناعة الأمونيا في حد ذاتها، وممكن استخدام الأمونيا نفسها كمصدر للهيدروجين كمان. تمام، وفعلا هو حضرتك يعني آخر التقرير فعلا إن شركة مان إنرجي سوليوشن هتعمل يعني هتستخدم سفن حاويات أو سفن بتمشي بوقود الأمونيا بديلا عن الوقود الأحفوري. تمام، في 2024، فده في حد ذاته هتبقى يعني ممكن هيبقى انقلاب في ثوره الوقود عامه. فبالتالي لما تستخدم هي الامونيا كوقود وعمل التعديل للمحركات، ما تستخدم الامونيا كوقود، فاذا انا كاستخدم الهيدروجين الاخضر كانتاج الامونيا الجرين امونيا، وبتستخدمه كمان كوقود لهذه السفن والحاويات، فبالتالي انا قدرت احافظ على في الاتجاه للدوري او في الاتجاه عامه، انا اقدر احافظ على البيئه واقلل من الكربون. هل هناك إمكانية لاستخدام الهيدروجين الأخضر في استعمالاتنا الحياة اليومية؟ يعني هو الاتجاه واضح جدا إن هي توليد كهرباء للصناعات اللي حضرتك ذكرتها، والصناعات التحويلية وإنتاج الأمونيا والشاحنات والطائرات وما إلى ذلك، لكن بالنسبة للحياة اليومية، البحوث العلمية حضرتك هو دايما لما بتيجي بتبص على أي عنصر جديد من عناصر النازل الجديد، يعني هو عنصر الهيدروجين الأخضر هو يمثل 8% من 42% حضرتك من عناصر الطاقة المتجددة، فهو لسه ضيف جديد، فهم أكيد طبعا الأبحاث كلها شغالة، وبعض المراجع والمواقع الإلكترونية العالمية في هذا الموضوع بتفكر في انها تعمل حاجه خاصه بالتطبيقات الصغيره زي مثلا المنازل او العربيات او كده او ما شبه ذلك. لكن طبعا هو الفكره كلها لان التلوث بتطلع من العربيات او كنا كله مقارنه بالتلوث بتطلع من المصانع، طبعا يعني ما فيش فرق، يعني في فرق كبير طبعا، لا فرق ولا يقارن. فبالتالي هو الفكره كلها والتركيز كله على المصانع عشان نقدر نحد من التلوث الكربوني، وفي نفس الوقت يبقى كون ملموس وواضح، ويقدر كده ان احنا يعني المجهودات اللي صرفوها او اللي عملوها لها اثر بالغ.
خلينا نروح لتصريح لريتشل فخري وهي المحللة المتخصصة في شؤون الطاقة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهذا المجلس هي منظمة غير هادفة للربح مقرها نيويورك. ريتشل بترى أن بالرغم من القدرة على الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة للمنازل والسيارات الكهربائية، فإن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يكون مصدر طاقة مثالي لتشغيل قطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة زي تصنيع الصلب والخرسانة. تمام حضرتك، فعلا هو هذا التقرير كلام سليم فعلا حضرتك، لأن صناعة الصلب وصناعة الأسمنت محتاجة قدر كبير من الطاقة. فالطاقة دي لو أنا قدرت أوفرها عن طريق الهيدروجين الطاقة نظيفة، فبالتالي هقدر أحافظ على البيئة اللي حواليه، وفي نفس الوقت لو أنا غيرت هذه الوقود واستخدمت وقود الأمونيا في إنتاج وقود الأمونيا في تدوير هذه المصانع، يبقى أنا قدرت برضك قدرت في نفس الوقت أحلل من الحياد الكربوني لهذه الصناعات. فحضرتك لك أن تتخيلي إن هيبقى في الفترة اللي جاية وبشكل وبوتيرة وخطوات سريعة إن الهيدروجين الأخضر هيبدأ يوصل لمرحلة إن إحنا كل حاجة في حياتنا هتبقى هيدروجين أخضر، جرين هيدروجين، هتبقى كل حاجة في حياتنا إن إحنا ممكن نستخدم الهيدروجين الأخضر، فبالتالي هنحافظ على البيئة ونقدر نمشي في هذا الموضوع. ويمكن وصف دكتور بأنه مصدر للطاقة وأيضا ناقل للطاقة، تبقى لما ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية طبعاً أن طبعاً. الهيدروجين ناقل للطاقة وليس مصدر للطاقة فقط، مما يعني أنه مصدر طاقة سنوي زي الكهرباء. تمام. هو حضرتك هو الهيدروجين يعتبر مصدر للطاقة وناقل للطاقة في نفس الوقت. بالنسبة لجائحة كورونا، مدى تأثير جائحة كورونا على تسريع في إنتاج الهيدروجين الأخضر؟ هل كان هناك نية للتسريع قبل جائحة كورونا، ولا جائحة كورونا هي التي قامت بهذه الوتيرة المتسارعة؟ أنا أعتقد أن جائحة كورونا كانت يعني هي كانت لها ما لها وعليها ما عليها. فإن جائحة كورونا أن بعض المحللين شافوا أن البيئة أصبحت أكثر نظافة واكثر نقاء، وان ثقب الاوزون بدا يتقفل، وان حضرتك البيئه بدات في حاله رجعت لحالتها الطبيعيه وبقت هاديه، لان كل الناس قاعده في البيت وملتزمه بالاجراءات الاحترازيه، فبالتالي المصانع مش شغاله. فبالتالي كل وكالات الطاقه الدوليه وكل المؤسسات الطاقه غير هادفه للربح، طب ما ليه ما نعملش بعض الابحاث ان احنا نحاول نعالج هذا التلوث الكربوني بحيث ان احنا نقدر نوصل لبيئة نظيفة. ومن بعد هذه الجائحة في 2021 و2022 بدأت انتراقت هذه الطاقة الدولية اللي هي الخطر الاستراتيجية بتاعتها للحياد الكربوني بتطبيقاتها حتى توصل عام على 2050. فطبعا كانت جائحة كورونا كانت طبعا يعني كانت أصبحت كانت رسالة واضحة جدا من الطبيعة بتقول لنا يا جماعة خدوا بالكم من التلوث الكربوني. تمام، يبقى هي ادت الى تسريع وتيره انتاج الهيدروجين الاخضر. لكن هل هي ادت في مصادر الطاقه الى التعاون ما بين الدول؟ يعني جائحه كورونا بشكل عام كشفت القدرات العلميه العالميه في بدايه الجائحه. تمام. وكانت عاجزه امام هذه الجائحه، لكن سرعان ما القدرات العلميه للدول المختلفه حصل نوع من التكاتف، نوع من التعاون ما بين الدول والاخرى في الناحيه العلميه في مقاومه ومكافحه جائحه كورونا في تعاون. هل ده بيحصل ايضا في مجال مصادر الطاقه في مجال الهيدروجين الاخضر؟ يعني يحدث هناك تعاون؟ هو حضرتك التعاون لازم يكون في تعاون. ليه؟ لان احنا بنتكلم في احنا كلنا مشتركين في هذا الارض، كلنا مشتركين في كوكب الارض، فما ينفعش ان احنا مثلا بلد تحافظ وبلد ما تحافظش. تمام، فلازم احنا كلنا مشتركين في هذا الهدف، وده هدف نبيل جدا، ان هو الحفاظ على الكوكب بتاعنا والحفاظ على الطبيعه بقدر اقدر بقدر ما هو مستطاع. فبالتالي لازم يحصل فيه تعاون ومشترك بين الدول وبين المؤسسات المختلفة داخل الدول، تمام، للحصول إلى أقل نسبة كربون، وطبعا الاختراعات والأفكار الجديدة اللي تطرح مع وبعض والمؤسسات اللي هي والسبونسر اللي هم الداعمين لهذه التكنولوجيا، ان احنا لازم بيحصل فيه تعاون ما بينهم. والتعاون ده ليس تعاون مجرد فقط وتعاون مثمر وحضور مشتركات او لقاءات او تقارير، لا، هو عباره عن خطه استراتيجيه واضحه جدا، عباره عن خطوات كل مؤسسه داخل دوله او كل دوله تعمل اللي عليها، فبالتالي يحصل تكاتف ويحصل تعاون. وبالتالي لما يحصل عند الدوله معينه عندها بيئه نظيفه، اكيد الدوله المجاوره ليها او اللي ثم المجاوره ليها او القاره اللي هي فيها اكيد طبعا هتبقى عندها بيئه نظيفه. فده هيبقى لازم هو كده هيتفرض عليهم لازم يحصل فيه تعاون مشترك.
دكتور احمد، فيما يخص البحث اللي قدمته للمسابقه، هل هتشتغل على عليه خلال الايام القادمه او خلال الفتره القادمه؟ يعني هتواصل ابحاثك في مجال الهيدروجين الاخضر؟ فعلا بالفعل حضرتك، انا واصلت الابحاث وما زلت ببحث وعملت حاجات تانية جديده في اطار انا اكمل منظومه الهيدروجين الاخضر، تمام، بحيث ان انا وطبعا طلعت على بعض التكنولوجيا اللي هي التكنولوجيا الحديثه لفصل الهيدروجين عن الاكسجين عشان احاول اوصل لاقل تكلفه من التكنولوجيا، وفي نفس الوقت ان انا لو استخدمت اي طاقه من الطاقات المتجدده بتكون حاول ان هي تبقى سمارت، تمام، وفي نفس الوقت ان انا اقدر وتكون تكلفتها يعني الى حد ما اقتصاديه. فبالتالي الفكره كلها في الهيدروجين الاخضر، ارجع واقول ان انا بحاول اقتصد، فبالتالي اقدر اتغلب على الغلو او انتاج هذه طاقه الهيدروجين. بالتوفيق دايما دكتور احمد، بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الكيميائي دكتور احمد محمد الزهاوي الحاصل على الجائزه البرونزيه عن بحثه في مجال الهيدروجين الاخضر من الاتحاد الدولي للمخترعين ومقره دوله المغرب، ايضا حاصل على ماجستير في اداره الاعمال من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا وشهاده استشاري كيمياء معالجه المياه من نقابه العلميين، عضويه الاتحاد الدولي للمخترعين في مصر في مايو 2021. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. بنصل الى ختام الحلقه اسكندريه مباشر لاسره يوم الجمعه، على وعد ان نلتقي باذن الله يوم الجمعه المقبله.